لأكثر من 24 ساعة تحاول فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق الذي نشب في هذه البناية التي تقع في منطقة الوزيرية، والتي هي كانت تستخدم من أجل طبعا خزن المواد الخاصة بالعطور وكذلك بعض مستلزمات التنظيف. طبعا هذه المواد تصنف بحسب مديرية الدفاع المدني على أنها من المشتقات النفطية القابلة والسريعة للاشتعال، مما جعل هذا الحريق هو واحد من أصعب الحرائق لمكافحتها بحسب طبعا فرق الدفاع المدني، التي ذكرت بأنها قد سخرت جهود أكثر من 50 فريق من فرق الدفاع المدني من جانبي الكرخ والرصافة من أجل السيطرة على هذا الحريق وكذلك السيطرة عليه بشكل تام وكامل. وزارة الداخلية العراقية ذكرت بأن الحريق قد تم السيطرة عليه، لكن حتى هذه اللحظة يمكن مشاهدة ألسنة اللهب تتصاعد من هذا البناء بالتحديد، والذي هو طبعا يحتوي على مخزن تحت الأرض يضم أيضا الكثير من المواد الخاصة بالعطور وكذلك مستلزمات التنظيف التي لا تزال حتى هذه اللحظة تحترق بالرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها فرق الدفاع المدني لأكثر من 24 ساعة في إخماد هذا الحريق. طبعا هنالك معلومات غير مؤكدة حتى هذه اللحظة تشير إلى أن احتمالية وجود عدد من الأشخاص في داخل هذه البناية أو في المخزن الموجود تحت الأرض. فرق الدفاع المدني تحاول أن تتأكد من هذه المعلومات وكذلك تقوم بفتح الطريق للتأكد والتدقيق ما إذا كان هنالك أشخاص بالفعل تحت الأنقاض في هذه البناية بالتحديد، وهي البناية التي تضررت بالشكل الأكبر بالإضافة إلى بنايتين أخرتين. طبعا بحسب أيضا المصادر الرسمية أكدت بأن عدد الإصابات بسبب انهيار المبنى ومن ضمنها مدير الدفاع المدني تجاوز 14 إصابة، وهي إصابات متفرقة. حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة الداخلية عن حدوث أو وجود أي وفيات، وبالتالي تستمر جهود فرق الدفاع المدني من أجل الخروج بالمعلومات الكاملة والنهائية لهذا الحريق ولما خلفه من أضرار.